يقول في السجود، اسمع يعقوب يقول: يا ربي أما ترحم ضعفي؟ أما ترحم شيبتي؟ أما ترحم كبر سني؟ أما ترحم ذلتي؟ أما ترحم فقري؟ قال: فأوحى الله إليه في ليلة وهو نبي مكلم، قال: يا يعقوب، وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو كان يوسف ميتا لاحيت لك. ثم جته البشرى في اليوم الثاني، قال: لا تيأس من روح الله، لا تيأس، ترى الفرج ياتي، هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا؟ فأين الله والقدر؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. والله يأتيك الفرج مثل اللمح، لكن اصبر، احتسب، كفارة، إعانة، واصل، انتظر، لا تيأس من روح الله. روح الله، فرج الله، نصر الله، توفيق الله، قرب الله، حفظ الله، رحمة الله، لا تيأس.